بملعب 15 اكتوبر النادي البنزرتي يستقبل فريق جريدة توزر ضمن الجولة 12 للرابطة المحترفة الأولى. التحكيم للطفي الشريف بمساعدة كل من محسن بن سالم وزياد الذوي. بعد الاستغناء عن خدمات المدرب منذر الكبير، هيئة النادي البنزرتي تجدد العهد مع ماهر كنزاري على رأس الإطار الفني للفريق. قدرنا ل 16 نقطة في 11 مقابلة على 33 شوية بالكل، سيختو خذينا زوز بارك على 9 في الماتشات الأخرانيين، ومهازينا كان زوز على 15 مع الخمسة الفرق اللي تلعب فيها على الترتيب. دونك تلعب تنافس على لقب ما تنجمش تكمل بالصفة هذيا، هذا ما نشكو حتى شيء في القيمة نتاع المدرب منظر كبير ولا في الخدمة اللي خدمها، بالعكس ديسبونيبيليتي نتاع المدربين الموجودين ما كانوش برشا، معناتها زوز ثلاثة أسامي باش ما نكذبوش على بعضنا، ومالك أنزاري كان يتفوق عليهم أنه جا لبنزرت وعاش هنا وعمل سيزون حتى حد لا ينساها، عملناش عندنا برشا عوام ويعرف أغلب اللاعبين. على اثر احداث مباراه جريده توزر مستقبل المرسى، الرابطه الوطنيه لكره القدم تفرض جمله من العقوبات على فريق الجريده بمنح نقاط الفوز لمستقبل المرسى مع خطيه ماليه، اضافه الى اجراء لقاء دون حضور الجمهور. بالنسبه لنا احنا قرارات صادره على هيكلنا الرياضي ملزمين لنا باش نحترموها، ملزمين باش نمتثلوا له وباش نمارسوا معناها كافة حقوقنا اللي خول هذا القانون، وباش نطعنوا فيه وباش نستنفوه، وان شاء الله يتم انصافنا في الطور الاستنافي. الشوط الاول اولى المحاولات الهجوميه للنادي البنزرتي، مخالفه تتلعب ثنائيه بين المليتي الحران مبينجي في التحذير ادم رجابي كورته بعيده على مرمى خميسة ثامري، يوسف مبينجي من جيته يجرب حظه من بعيد تسديده ما شكلتش خطورة على حارس جريدة توزر. دائما السيابية في الهجوم، شاكر البرقاوي في بناء العملية الهجومية، ادم الرجابي في التحذير، اجينالدو على الطاير يسدد، وهدف اكثر من رائع في شباك خميس ثامري. التوقيت 19 دقيقة لعب. ثم افتراء في دفاع النادي البنزرتي، محمد العلوي كاد يمنح التعادل لفريق الجريدة لولا تألق الحارس فاروق بالمصفر. ليعود من بعد السيابي الى الهجوم، فرصة مضاعفة النتيجة تضيع على جينالدو. النادي البنزرتي يزيد من ضغطه، مخالفة تتلعب ثنائية بين المليتي احمد الحران، فخر الدين الجزيري في التحذير، ادم الرجابي يكمل البقية في شباك خميسة ثامري. صحيح خدمناها من الجمعة هذيا انا نهارين تالي، خدمنا نلعب على دوزيام بوتو ترجع رميز في الدزويت. يجي للدوزيام اتاكون ماركيها الحمد لله نجحت. الزملاء شاكر البرقاوي يمروا للسرعه القصوى، ادم الرجيبي يمهد بذكاء لخالد المليتي يسدد، حارس الجريده يتصدى في مره اولى، اجينالدو في المتابعه ويمضي على الهدف الثالث. اخر عمليه في هالشوط كانت من جانب ابناء المدرب لطفي القادري، نزار العيساوي فوت على فريقه فرصه تذليل الفارق. في الفتره الثانيه الدقيقه 52 ادم الرجيبي في التوزيع، خالد المليتي بلمسه فنيه حظر لي اجينالدو فرصه الهدف الرابع تضيع على ابناء المدرب ماهر الكنزاري. ثم هجوم عكسي لجريده توزر، مروان التريتر يمهد بذكاء لحمزه الزكار يوزع، راسيه نزار العيساوي تنقصها الدقه. هذه توزيعه من خالد المليتي، شاكر البرقاوي كاد يكون على موعد مع الشباك. نلعب في دقيقه 70 مبينجي في بناء العملية الهجومية، حمزة المثلوثي في التوزيع، يوسف مبينجي يرفع الحصيلة لأربع أهداف. بعدها حاول فريق جريدة توزر الوصول إلى شباك فاروق بالمصفى بالاعتماد على الكرة الثابتة، لكن لا خميس الشابي ولا مروان التريتر تمكنوا من تذليل الفارق، لينتهي الحوار بانتصار هو الخامس للسيابي، في حين فريق جريدة توزر ينقاد إلى هزيمته الخامسة منذ بداية الموسم. الحمد لله والله اليوم ذلك نشوف ظهر لونتام دو ماتش اليوم ذلك كان قوي برشا، كما تعرف كل ما كانت دخلتنا في الماتش قوية إلا ذلك جا الانتصار وجا الأداء اليوم الحمد لله. وي ثلاثة نقاط مهمين، تعرف أن ديبي ديما ما نقولش ديفيسيل لكن سي امبورتون دو فير أن بون ريزولتا من الأول، جا افيك أون بون مانيير معناتها نتصور اللي لو بوبليك اللي حضر معناتها معناتها
il a pris un plaisir معناتها de regarder le match تاع اليوم. شفنا des actions باهين, شفنا سيابي لعبت un football اللي معناتها تيبيك لها, والحمد لله ساسيك معناتها وفاء بانتصار avec 4 اهداف, ما قبلناش بونتو مهم برشا. هو هذاك لو بلوز امبورتون بالنسبه لنا احنا في الجورني تاع اليوم. هزيمه ثقيله, بون سي اتوندو, بون ما نقولكش سي اتوندو ثقيله, لكن سي اتوندو الهزيمه على جو العام تاع الفريق. مرينا بجمعه صعيبه برشا بعد ماتش مرسى, اون ايسي دو ليميتي لي ديكا. بون لي كونديسيون تاع التحضيرات ما كانتش باهي الحق, معناها الاولاد كانوا الناس الكل توزر كامله كانت تستنى في قرار الرابطه, ما حضرناش ماتشونا. بون انا كطرفني والزملاء معايا حاولنا نحكوا برشا مع لاعبيتنا, ماتش مونتال وانت شفت ديما نرجع مش هروب من مسؤوليتنا. وقت اللي قبلنا هدف كانت 3 اهداف سكسيسيف, دونك الملاعبيه ممسوسين. لازم شوف لازم ريكسيون ونرجع ونصارح احباء الجريده تعيش ازمه كبيره برشا. نخمم في الاستقاله وخممتها من قبل خاطر عندي مده 3 أو 4 ماتشات الامور ما عادش ماشيه, لكن كما قلت لك اخلاقيا جمعيتي خروجي انا في الفتره هذيك كان ربما يقلق اكثر, لكن توا ساعات الانسان في بعض اللحظات يكون اناني خاطر ولا مستقبلي انا في الميزان. بهذه الكيفية يمكن الحديث عن تطوير قطاع التحكيم. ظروف صعبة لحكام الرابطة المحترفة, وضعية تتطلب التدخل من جميع الأطراف. ترى تبداها من التيران وانت ماشي طبلوات ماك شفتوا ولا نش نبدلوا بالواحد, هذيك لي كونديسيون اون في افيك, لازمنا نتعاملوا مع الموجود بالسير اكثر. ما ترفعش تبارك الله, احنا اوني كاتر معنا الكوميسار وديليغي, ما توقفش ما كذا التابلوات ما فماش باش تعمل شونجمون. ماك شفتوا كيفاش في الناسيونال شفتوا شونجمون قعدنا راه بالواحد وقرب فما حاجات ما تجيش في في النيفو هذا ما تجيش نورمالمون ما تجيش بصراحه. راهو هذا بكل لطف هذا ما نعرفش مسؤوليه البلديات مسؤوليه الجمعيات هذه كل احنا تو لقينا مشكله تو في شونجمونات قعدنا بالواحد بالوريات اخرج انت بالله هذاك لا ما تجيش وما جوار فهمت وتزيد تدخل تلقى ما بارد ما تدوش ها به اكي تو انا عامل 60 كيلومتر مراحل ما تجيش بعد عرق هذه كل ما تلقاش دوش ما تلقاش كذا ذنب شكون؟ وانا تلقاش نقطة استفهام. واحنا حكينا في عديد المرات على البلديات اللي لابد تحمل مسؤوليتها والنيابات الخصوصية أيضا لابد تحمل مسؤوليتها في اتجاه تحسين الظروف. حكينا نحكيو على الحكام لما يخطئوا, أيضا نعطيو حق الحكام لما تكون ظروف صعبة كيما هذه كيما كنتوا تشاهدوا فيها اليوم. ساعات ما نلموش برشا كيما الملاعبية كيما الحكام كيما الجماهير كيما الصحفيين اللي موجودين, ساعات ما يلقاوش منين يغطيو المباريات اليوم. الحكام سي هشام أيضا نشوف أن الظروف صعيبة يخدموا فيها, هذا ملعب بنزرت يعني ما فهمتش ملعب الأخرى أكيد معناها ملعب بنزرت ما شاء الله معناها هو يلعبوا فيه حتى المقابلات الإفريقية معناها أومولوجي بار لاكاف. لكن حد ما شفنا وحسب ما قال معناها ولو أنه معناها وإحنا نباركوا عودة لطفي شريف للمقابلات القسم الوطني معناها أول مباراة سنة يديرها في القسم الوطني والحمد لله أول مباراة دوش بالبارد ما دوش أكيد كان دوش بالبارد ممكن تصير معناها يمرض ولا حاجة, ولكن زاد كذلك أنه وقت ما يدوش زاد كذلك ممكن يمرض وتعرف أنه 4 حكام يتنقلوا والمسافة بعيدة ودو معناها وعرق وجهد وكذا. الحقيقة ما فيها باس باش نخموا في فيستير لايقة للحكام كذلك في كل الملاعب ان شاء الله. بالنسبة لجريدة توزر حكي لطفي القادري للمدرب عن رياكسيون, رياكسيون جات من المدرب وانسحاب لطفي القادري من تدريب جريدة توزر. أخبار تجينا من توزر من زميلنا بطبيعة الحال مراد مزيود الموجود في توزر. قبل الحصة تقريبا بشوية كان اجتماع بين رئيس النادي طارق المأمون والرئيس السابق علي الحفصي, وعلي الحفصي كان وعد باش يجيب برشا ملاعبية. تقريبا فما برشا انتدابات في جريدة توزر, غدوة تقريبا باش يجينا الأخبار انتدابات جديدة عن طريق الرئيس السابق لجريدة توزر.
علي الله حفصي وطارق المأمون ايضا في المباراه هذه نمشي مع كنيس قال نحترم بطبيعه الحال قرار الهيكل الرياضيه وما عندناش حتى مشكله بالنسبه للقرار هذا. بطبيعه الحال هو ما ينجم يكون كان تصرف وسلوك تاع مسؤول اللي ممن بقواعد اللعبه هذه قرار ابتدائي الدرجه قرار الرابطه نجحت فيه او فشلت فيه ما عليك كان تستأنف القرار وتنجم تمشي حتى للكناس وتطعم في القرار هذا واذا كان الكناس اعطتك الحق ولا اللجنه الاستئناف اعطتك الحق او كبين حقك واذا ما اعطتش الحق وتم قرار ابتدائي راهو القرار من الناحيه القانونيه كان في طريقه وهذاك التصرف معناتها يلزم يقول الناس كل تتقبل القرارات الهيكل التقاضي مره ليك ومره عليك وبعد عندك وسائل الطعن تطعن فيها وان شاء الله الحق يبان في اخر الامر وهذاك التصرف اللي يعطي معناتها الى بيز لا تونسيون نتاع الجماهير لانه اليوم في الجماهير ما سمعناش برشا خوذه في تونس رغم القرار هذا اللي تمسوا منه معناتها جماهير تونس وخسرت المباراه نتاعها لكن احترام القرارات تساهم في تهدئه الخواطر بطبيعه الحال هذاك علاش قلنا ما اثر ممكن على اللاعبين وعلى الاجواء العامه لكن ما سمعناش برشا حس معناتها بلغه كره في تونس بعد القرار هذا فماش تتبعات ما ثم ان شاء الله يطعنوا في القرار نتاعهم وان شاء الله يظهر الحق نتاعهم اذا كان عندهم حق اذا كان عندهم حق واضح نمشي معك نادر فيما يخص المباراه هذه حق نادي البنزرتي اعرض انتصار له في البطوله في كل المباريات اللي يلعبها مع ماهر الكنزاري اللي يعود للتدريب مع الفريق بعد 15 شهر والهزيمه الرابعه على التوالي لجديده توزر ومره اخرى لا يتمكن الفريق من التهديف. المقابله هذه كانت مش متكافئه بكل صراحه لانه نادي البنزرتي كان ممتاز كانت هجوم ضد دفاع مش غريب على نادي البنزرتي انه ما يقبلش اهداف لانه حتى في مسابقه الكاف الكلها لم يقبل ولا هدف في بنزرت لانه كان عمل كبير قام به منذ الكبير لازمنا نقولوه مبانجي سجل مرة أخرى من أبرز لاعبي الأجانب كيف آدم الجيبي كانوا يسجلوا لكن حكينا برشا في اللحظة الرياضي على غياب المهاجم الصريح اللي قادر أنه العمل الهجومي الكبير وخلق الكم الهائل نتاع الفرص اللي كان يخلق فيه السيابي انه يترجم الى اهداف هذا ما كانش موجود مع كاريكازي وكذلك مع فخ الدين قلبي اجينالدو مهاجم ممتاز عنده مواصفات طيبه بدا باول مقابله بهدف من الطراز الرفيع هدف ممتاز جدا نتمناه انه ياكد الشيء هذا في المقابلات القادمه بالنسبه لجريده التوزر سمعت لطفي القادري حتى في احد الاذاعات قال ثم ازمه كبيره ثم تجاذبات داخليه في الفريق كذلك حكي على انه 7 لاعبين ليله المقابله في عوض اللهين بالتركيز على المقابله اللهين يطالبوا بفسخ العقود لانه الاجواء ما عادش مريحه للعمل، هذا الكل ما يخليش مدرب يشتغل ويعطي الاضافه في ظروف طيبه. الحقيقه لطفي القادري انه قال كنت باش ننسحب منذ 3 مقابلات وما ننساوش الباركور نتاع توزر كان ممتاز باستثناء زوج 3 مقابلات الاخيره يعني باش تعرف الفرق التونسيه هشه يعني بسرعه تنجم في ساعه تهتز في ساعه تهتز تدخل في مشاكل رغم اللي كانت تعمل في يعني باركور ممتاز جدا بالنسبه لتوزر عوده ماهر الكنزاري نادي البنزرتي نتمناه ان تعطي الاضافه وتخلي الفريق يزيد يقدم وحسنا فعل يعني هي المديره ان اختارت على الاقل مدرب يعرف الفريق ويعرف الامكانيات الملاعبيه لانه نعرف ثم استقرار على مستوى الرصيد البشري لنادي البنزرتي ولذا ما تغيرش الرصيد البشري كثير ولذا ماهر الكنزاري يعرف كل شيء ونشكر منذ الكبير على العمل الكبير والقفز النوعية اللي عملها السي بي معاه هو والأخبار تقول أنه جيد التوزر في مفاوضات متقدمة مع زوز فنيين خالد بن ساسي وكذلك فريد بن القاسم وكلمة على خالد بن ساسي اليوم في صحيفة يعني غينية خالد بن ساسي مرشح أن يكون في الإطار الفني للمنتخب الأول للمنتخب الغيني وهذا شرف للكوادر التونسيه اذا كان مدرب يمشي ثاني منتخب افريقي لاول مره. وبالنسبه لفريد بن القاسم هو اللي عنده الاحتمال الكبير باش يكون هو مع جريده التوزر بنسبه تقريبا اكثر من خالد بن سيس تقريبا اتفاق شبه رسمي حابس يقولوا لي الزملاء نمشي لمباراه الموالي انا مفيوله في المباراه هذه. قلت لك خويا انيس معناها عوده لطفي الشريف لاجواء البطوله الوطنيه كانت طيبه والحمد لله. واضح نمشي لمباراه الموالي.